عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة معلومة مع أمي تسليم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة عن واقعة حصلت امبارح. الواقعة دي كل الناس بتتكلم عنها، مفيش حد من على موقع السوشيال ميديا ما شافش الواقعة دي. اللي حصل إن هما في محل ملابس في مكان معين، أقول لكم العنوان، كان بيصور البنات وهما بيقيسوا في البروفة، فلقوا معاه 900 مقطع فيديو لبنات يا جماعة مصوره من غير ما هما ياخدوا بالهم. طب المحل ده فين؟ المحل ده يا جماعة في العمرانية، الجيزة، شارع فاطمة رشدي، بيبيع ملابس حريمي كاجوال، معروف ان هو بيبيع لبس موضة ولبس حلو يعني، فالبنات كلها بتروح تشتري منه. القصة بتبتدي من عند بنتين يا جماعة رايحين يجيبوا لبس عادي خالص، زي اي حد بينزل يحب يجيب جيبة، يجيب تونيك، يجيب بلوزة، يجيب بادي، فبينزل على محل نظيف فيه لبس حلو، معروف ان هو فيه لبس كويس، ينزل يشتري منه. والمحل ده من ضمن المحلات بيعرض ملابس حلوة وملابس كويسة للبنات، فالبنات كلها بتروح له. البنتين دول راحوا عشان يشتروا من هناك لبس، واحدة وصاحبتها، فطبعا دي نقت ودي نقت، فهي قالت لها خشي قيسي انت الاول، يعني هما اتنين، واحدة دخلت بتقيس والتانية مستنياها بره. فطبعا البنت دي لما دخلت تقيس في البروفة، صاحبتها اللي واقفة مستنياها بره بصت لقيت البياع اختفى من المحل مش موجود. طب البياع راح فين؟ البياع دخل البروفة اللي جنب البنت على طول، يعني البنت اهي بتقيس في البروفة دي وهو داخل في البروفة دي. راحت البنت قالت ايه ده، طب ازاي البياع، طب هو دخل بيعمل ايه في البروفة؟ حتى لو هيجيب حاجة وهيخرج على طول، لا ده اتأخر وقعد شوية جوه. راحت البنت اتسحبت بالراحة، صاحبتها اللي مستنيها بره، وراحت بصة من الستارة كده لقت نور منور أكن في موبايل. أتاري المعلم عامل ايه؟ المعلم خارم، يعني عامل فتحة في البروفة، ومسلط الموبايل ناحية الفتحة وبيصور البنت اللي بتقلع. البنت طبعا شافت كده قعدت تصوت على اخرها، وقالت لصاحبتها اخرجي اخرجي حالا، ما تغيريش هدومك ومش عارف ايه واخرجي. راح الشاب خرج قال لها في ايه يا ست، انا ما بتعملي كده ليه؟ قالت له بقول لك ايه، انا شفتك وانت بتصور صاحبتي في البرو. راح قال لها لا ما فيش الكلام ده، انت بتتبلى عليا. راحت قعدت تصوت لغايه ما لمت، هي كانت قصده ان هي تصوت عشان تلم الناس اللي بره، عشان حتى هو لو عمل فيهم حاجه الناس اللي بره تدخل. فالاهالي دخلوا على طول لما سمعوا صوت السويت بتاع البنات في المحل ملابس، جريوا ودخلوا على طول، راحوا مسكوا البنت وقالوا لها في ايه. راحت البنت حاكيه وقالت حصل واحد اتنين تلاته. راح الاهالي مسكوه وفين يوجعك، كلوه على الاتموت زي ما بيقولوا، وخدوا منه الموبايل وخلوه فتح الباسورد. تتوقعوا بقى، فتحوا الموبايل لقوا 900 مقطع فيديو، 900، مش 10 ولا 20 ولا 30 ولا 70 ولا، لا 900 مقطع فيديو لبنات بيغيروا هدومهم في البروفه. والواد ده على طول متعود ان هو بيعمل كده وبيصور البنات من الفتحه اللي هو عاملها في البروفا، بيسلط الموبايل على الفتحه ويصور البنات. شفتوا يا جماعه، الاهالي طبعا بلغوا الشرطه وهو تم القبض عليه، والخبر نزل على مواقع السوشيال ميديا كلها، وانا حبيت اشارك معاكم الفيديو. الولد ده مين؟ الولد ده يا جماعه طلع ابن صاحب المحل، وبيعمل الموضوع ده من فتره لانه اعترف في مركز الشرطه ان هو على طول بيحب يصور البنات وبيحب يشوفهم وهم بيغيروا هدومهم من غير ما هم ياخدوا بالهم في المحل. يعني شفتوا يا جماعه قذارة اكتر من كده؟ بجد انا مش عارفه اللي بيعمل كده او بيصور حد في حمامات ولا في بروفا ولا في اي حاجه من غير ما ياخدوا بالهم، بيستفادوا ايه؟ يعني انا بقول للبنات برضو يا جماعه، البنات يعني الفيديو ده النهارده مهم لكل بنت، خلي بالكو من تخشي تقيسي، تخشي حمام في محل، في كافيه، في اي حاجة، خلي بالكم انت مش هتاخدي وقت ان انت تتفحصي المكان، او مش هتاخدي 10 دقايق ان انت تشوفي المكان اللي انت داخلة تغيري ده فيه كويس وامان ولا لا. لما تخشي تبصي هنا وهنا، لا يكون حاطين لك كاميرا ولا حاطين لك موبايل، وتشوفي لو في مكان مفتوح، في مكان مخروم، في حاجة مريبة في المكان، فتعرفي على طول ان في حد بيصور. فخلي بالكو، ده تحذير لكل بنت. وما بعمل انواع الفيديوهات دي او بجيب الفيديوهات دي عشان كل بنت تخلي بالها. وخلي بالكو مش هتاخدوا وقت 10 دقايق، يا ست خدي 5 دقايق 6 دقايق ودوري في المكان اللي داخله تغيري فيه، مش تخشي على طول تقلعي. ما في ناس مريضه زي ما انتوا شفتوا كده، هو تم القبض عليه وهيلاقي العقاب اللي ليه بيه. والبنتين دول محترمين ان هم ما مسكتوش ولا سابوا حقهم، وكويس ان هم عملوا كده، لان ما كانوش عملوا كده كان الواد ده فضل يصور في البنات وهم مش واخدين بالهم. خلي بالكم البنات والستات يخلوا بالهم،
عايزه تقيسي قيسي، بس خلي بالك من المكان اللي انت داخله تقلعي فيه. يا رب تكونوا خدتوا اي موعظه من الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم، وعليكم السلام.